صباح الخير عليكم في فلوغ جديد. غادي نهضر لكم فيه على شنو درت اليوم. اليوم كانت عندي البيت سكان تاع اللي غادي ندير الكونترول ديال العام. اش غادي نقول لكم، هادي عام تقريبا باش ساليت لي ختراز و لي ريسبتين و عامين باش ديتيكت عندي لو كونسير دو سا. دونك اليوم درت لو ثالث بيت سكان، الاول درتو من يلا كان لو دياغنوستيك، الثاني دوز درتو مورا عام ودابا مورا عامين، والريزلتا يخرجوا من هنا تيتيام ان شاء الله. نشوفوا لي ريزلتا ومن بعد نكملوا لا فيديو نهضر لكم فيها على لي كونترول وكل شيء شنو خصني ندير. والتحاليل خرجوا والنتيجه الحمد لله هو بيت سكان مزيان، ما فيهش حتى شي حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صراحه ملي كتبقى كتجي كدوز مراقبه ديما كتشدك الخلعه، كتشدك الخلعه خاصه الا كنتي دوزتي عام شويه صعيب. كيف ما شفت في اليوتيوب هذا العام داز صعيب بزاف، هو العام فاش توفات ليا فيه الوالده ديالي، هذه تقريبا واحد شهر ونص دابا باش توفات، لكن كانت مرضات فيه بزاف بزاف ودخلت لافاس تيرمينال دو سا مالادي هذا العام هذا. دونك ملي كتشوف بلي راه زعما دازو عليك بزاف ديال لي زيموسيون لي شويه صعاب، كتشدك الخلع وكتقول يا ربي السلامه يا ربي السلامه. مي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اصلا تعطلت في المواعيد ديال المراقبه حيت الوالده ديالي كانت مريضه، ودابا يلا غادي يكون عندي. المهم انا غير درت البيت سكان بانت ليا الحمد لله النتيجه مزيانه، عاد غادي نمشي نشوف الانكولوج ديالي باش يقول لي شنو هما لي بروشين زيتاب، يعني المراحل اللي غادي ندوز منها من بعد. واش غادي نحبس زولاديكس ولا ما غاديش نحبسها، واش غادي شحال باقي لي في الهرمونوثيرابي، شحال غتكون مواعيد ديال المراقبه، واش نحيد لا شوم ما نحيدش لا شوم. المهم غادي يقول لي ان شاء الله من هنا السيمانه الجايه باذن الله. دونك عافاكم الناس اللي كيدوزوا من هذا، ما تنساوش مواعيد المراقبه ديالكم. الناس اللي كيديروا الكيماوي وكيتعالجوا باقي من المرض ديال السرطان، الله يعطيكم الصحه والله يعطيكم، الله يعطينا الصحه جميع، والله يعطيكم القوه والصبر باش تدوزوا هذا الشيء. ان شاء الله ان شاء الله تكون اخر المحن واخر الامتحانات ديال الحياه اللي غا كيعطينا صدى ربي باذن الله. في الاخير قبل ما نسالي هذا الفيديو هذا، بغيت غير نقول لكم شكرا على الدعوات ديالكم بزاف معايا ومع الوالده ديالي الله يرحمها. ما هضرتش هنايا في يوتيوب على كيفاش نوقع، غادي نهضر لكم باختصار في هذا الفيديو هذه، حيت تبعتو نتوما معايا المرض ديال الوالده ديالي وشنو كان عندها وتوفات بالمرض ديالها. هذا المرض اللي كان عندها هو التشمع الكبدي، التشمع الكبدي اللي دار ليه بزاف ديال الحوايج صعابين بزاف، منهم مثلا لو كونسير هيباتيك يعني السرطان في الكبد، دار ليها اوسي واحد الحاله ديال بحال الزهايمر ولكن ماشي الزهايمر، يعني ولات كتنسى 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 وبزاف ديال الحوايج بلا ما نعطيكم هنايا التفاصيل ديالها. ولكن اللي بغيت نقول لكم وهو الدعوات ديالكم راه وقفوا معنا، لان ماما الله يرحمها يعني فاتت بزاف ديك ليسبيرونس دو في اللي كيعطيو الناس في الحاله ديالها، يعني بقات حتى دخلت لو ستاد فينال وبقات فيه بزاف ديال الوقت، وهذا في حد ذاته واحد المعجزه كبيره بزاف، معجزه كبيره انها قدرات دوز داكشي كامل اللي دوزت. وبغيتكم تعرفوا بلي راه الله يرحمها قبل ما تموت، الله يرحمها قبل ما تموت قدرنا حنايا بناتها نقابلوها ملي ولات اليتي، ملي حيت دخلت لا ريانيماسيون واحد الايام ومن بعد مشات مسكينه رجعناها للدار، حيت قالوا لنا ما بقينا ما نديرو ليها، يعني بقينا خصنا نديرو غير لي سوان بالياتيف، يعني غير كتعاد غير كتسلك معاها وصافي. قال لك صافي سي لو ستاد تيرمينال ما عندنا ما نديرو، يعني السيده كتموت. دونك حنا وخواتاتي والعائله كاملين مشينا وجلسنا وقابلناها، بقينا معاها مسكينه وحسات بالحب ديالنا وحسات بالحضور ديالنا معاها، وبقات مسكينه بقات مسكينه حتى جاو خواتاتي بجوجات من فرنسا، الناس كاملين جاو تسامحوا معاها، طلبوا منها السماحه، هي ما هي مسكينه ما مره دارت حتى شي حد شي حاجه. ماتت 22 في شهر 8 2022 مع 6:15 ديال الصباح، جوست ابخي الفجر، من مورا الفجر الله يرحمها. ونهار ماتت ماما هاتي مسكينه الله يرحمها، لفظت اخر نفس ديالها ابتسمت واحد الابتسامه زوينه، حنا شفنا بقينا كنقولوا واش كضحك واش كضحك، وهاني تعاود ابتسمت لينا، وهذا دليل على ان ديك الحاجه اللي كانت كتشوف فرحتها بزاف وعرفات بلي راه غادي انا كنقول ماما مشات للجنه، هذه حاجه متاكده منها 100%. دونك باختصار
هادشي هو اللي وقع هاد العام، هادشي اللي وقع في الوفاة الوالدة ديالي. والناس اللي عندهم والديهم، عندي لكم واحد الحاجه نقدر نقول لكم، هي ديوا في الوالدين ديالكم، ديوا فيهم، ديوا فيهم، ديوا فيهم، بروفيتيو منهم، تهلاو فيهم. انا ونهار كيمشيو الحاجه اللي كتفكروا فيها هي كتقولوا واش تهليت فيه، واش درت ليه، عندك كيما خاسمت عليه، عندك كيما قلقتو هذا النهار، عندك كيما درت ليه هادي. وعاديك الساعات كتقول بالله راه لا راه صافي مشى، ما بقاش غنعاود نشوفو. وهاديك صعيبه شي شويه بزاف. انا الحمد لله العلاقه ديالي مع الوالده ديالي كانت مزيانه بزاف، لكن واخا هكاك كتوحشها وكتبقى فيك. المهم الحمد لله ما بغيتش نبقى نبكي في هاد لا فيديو، ولكن شي شويه تاثرت. ولكن كيف ما كتعرفوا راه ما سهلاش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. واش بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وان شاء الله غنرجع لكم في اليوتيوب. دابا غادي نحاول ان شاء الله نكون ريغولير، نكون نصيفط لكم فيديوهات بطريقه منتظمه كتطلبوها مني. غادي نديرها ان شاء الله، غير سمحوا لي باسكو غابره مع الوقت والسلام. هذا ما كان، وتهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. و ما تنساوش الحياه زوينه بزاف.